مازلنا في مصر، الغريبة في مصر إن إحنا النهاردة بقى عندنا وزارة الثقافة لسه متمسكين بيها، وبقى عندنا 5 أو 6 وزارات إعلام. عندنا الهيئة للإعلام وهيئة الدولة للإعلام، وعندنا هيئة عامة للصحافة، وعندنا هيئة مش عارف إيه، وعندنا نقابة الإعلاميين، وعندنا تسميات كثيرة جدا في أحد أصحاب القرار في الإعلام، على الرغم من العالم العربي كله. يعني لما نيجي النهاردة تلاقي النهاردة في تعدادات الأريتة المنسة دلوقتي، هتلاقي كم من الناس اللي هي في المغردين في تويتر في السعودية، هتلاقيهم أعلى نسبة في التواصل الاجتماعي والنشاط بتاع التواصل الاجتماعي. هتلاقي القضايا الكبيرة والقضايا اللي بتبقى بتدخل على البلدان العربي هتبقى طالعة من خلال المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي. من هنا احنا كنا بننادي دائما في الاتحاد العام للمنتجين العرب الاتجاه التخصصي، ولأننا احنا مش أصحاب قرار في هذه الدولة ولكننا أحد المساعدين فيها، قررنا أن يبقى عندنا مناسباتنا ومهرجاناتنا ومؤتمراتنا كلها يبقى تخصص. فبدل النهارده ما بنتكلم على أساس النهارده عاوزين نثبت معلومة مهمة وخطأ شائع كان موجود ونلغي هذا الخطأ الشائع، أن الإعلام ليس مهمة. ودايما بكرر في كل مؤتمراتي وفي كل شغلي أن الإعلام ليس مهمة، إنما الإعلام مجال وإعلام صناعة. أي موضوع أي كان عايزين نلتقي به لابد من التعبئة الإعلامية والمعنوية لشعب أي دولة من الدول. النقطة الثانية هي موضوع أهمية البيانات أو المعلومات، كلاهما أكثر من الآخر البيان أو المعلومة، ولكن كلاهما يصب إن هما معلومات في النهاية. قيمة المعلومة التي تأتي من وسائل الإعلامية والوسائل الأخرى أيضاً، سواء التواصل الاجتماعي أو شبكة المعلومات الدولية، أو زي ما بنسمع في حاجات اللي متابعين حاجة رسالة السايبر أو الحرب السايبرانية، كل الوسائل دي مش عايز أقول هي تعتبر الآليات الخمسة لما يسمى بحرب المعلومات. لن يكون هناك استعمار لدولة باستعمار المسلح الطبيعي، ما عادش في دولة كبيرة تحتل دولة باستخدام القوات المسلحة، بقت خلاص استخدام حرب المعلومات، وهي بمنتهى التعريف أو البساطة هي استخدام الفكر، تعريفها فعلا كده، استخدام الفكر في التأثير على عقول شعب أو مجموعة شعوب لتحقيق مصالح معينة. يعني بوصف معلومة معينة من أي وسيلة من الوسائل ممكن تهدم الشعوب. عشان كده بنقول أن الإعلام لابد أن يكون إعلام هادف، حتى الدراما الفنية، حتى الأغنية، أيا كان شكل المنتج لابد أن يكون هادف وبناء ليرتقي، ليكون قاطرة للتنمية في أي دولة أو تحقيق الاستقرار في أي دولة. وقد تحول تويتر في السنوات القليلة الماضية إلى ساحة لحروب فئوية وحروب فتن وحروب دبلوماسية تقودها ميليشيات إلكترونية مدعومة من أطراف إلكترونية ودولية حاقدة على الأمن العربي وحاقدة على الاستقرار العربي، وتستعين في ذلك بالشائعات الفتاكة والأفكار الهدامة، سواء الظاهر منها أو المستتر، ضمن حملات خبيثة مدعومة بالوسوم والصور والفيديوهات، مستغلة ميزة البعد التقني في التواصل لدى المتلقي لبث السموم بالبيوت العربية في أوساط الشباب العربي، بل وحتى العائلات وحتى المجتمع الطفولي في الوطن العربي. وعلى وقع هذه الحروب القذرة تجرعنا نحن الشعوب العربية خلال الفترة الماضية كؤوس المعاناة التي سقتنا إياها بؤر الإرهاب الإلكتروني بأفكار وتغريدات وبوستات على الفيسبوك وتغريدات خبيثة مفخخة عملت على زعزعة الأمن والاستقرار، كما عملت على تهجيج الفتن وتهجيج مشاعر بعض الشباب المغيبين لتجنيدهم في جماعات إرهابية. وجدنا فنانون متجهون إلى داعش وإلى جبهة النصرة، وجدنا شباب أطباء تعلموا في المملكة العربية السعودية. الإرهاب ليس نتاج فقر ولكن نتاج فكر. ستمحى الدار ان شاء الله السنه القادمه تكون موجوده. اتحاد المنتجين العرب زي ما قلت لك هو دوره اليات تنظيميه ومراقبه المحتوى ومساعده ومكافاه المحتويات الجيده. يعني ليس له علاقه انه ينتج اعمال ما ينتجه اتحاد المنتجين العرب.
اللامعقول هو الناس اللي بتجري وراه، والكارثه اللي احنا فيها هي اللامعقول. فكتبت الخطوه، تم تكريم فيفي عبد الام المثاليه، شكرا جزيلا. بس انا ما جاليش لايك عليها غير يمكن 6 7 8 لايك. بعد نص ساعه بالظبط كانت السوشيال ميديا كانت مليانه، ولاول مره تعرفوا مصدر الخبر الخاص بموضوع فيفي عبد. دي مدرسه، اللي انا بقوله ده مدرسه. المشكله الثانيه اللي احنا بنقابلها، من هم المتلقين؟ من هو المتلقي؟ انا لما ابقى قاعد النهارده في مجال صحفي، ده متلقي له مستوى معين في الحديث وفي العلم، ده الكلام اللي هو المفروض اللي يوصل على طول. فالتارجت بتاعك اللي انت بتشتغلي عليه بتبقي انت عارفه مين اللي انت رايحه له. عشان كده هتلاقي كل بني ادم موجود عنده جهاز اعلام صغير، اللي هو سواء كان تويتر او الفيسبوك او انستجرام، ده بقت وسائل كتيره خاصه بكل بني ادم في العالم كله في الكره الارضيه. من هنا كلمه الاعلام، يعني كل واحد بقى اعلامي عادي، وده اللي انا بحاربه. انا بحاول قدر المستطاع ان احنا نبقى متخصصين، يبقى عندنا مصداقيه. لان اول كذبه انا بعملها ان انا احطها تحت قدام اسمي اعلامي، ده اول كذبه انا بعملها. الثانيه اللي بعديها ان انا بقيت متخصص، لما انا اعلامي يبقى افهم في كل شيء. واول حاجه اعملها اضرب في الكبار، وابقى عندي خبره الثلاثة ملايين، وابقى عندي خبره الدنيا كلها، وادخل وامارس واناظر واتخانق، ويبقى انا طرف اخر على الوائل الرشيد. مستوى وحش قوي اخر مصر.